360 اف ام معاي طبعا اليوم الجامعة الأمريكية الدولية موجودين معاي اختي سعاد باسواقي طبعا مسؤول قسم القبول كل مرة معانا راح تكون موجودة سعاد شلونك؟ الله يسعدك شو اخبارك؟ تمام الحمد لله الحين طبعا بنتكلم عن الجامعة الأمريكية الدولية AIU نعم. فقولي لي عن آلية التقديم وشنو التخصصات اللي موجودة خلينا نعرف الناس بالجامعة نعم الجامعة الأمريكية الدولية AIU هي جامعة خاصة في الكويت تقدم مختلف البرامج أو التخصصات في 5 كليات مختلفة طبعا عندنا كلية الهندسة والكمبيوتر عندنا كلية التربية عندنا كلية إدارة الأعمال كلية الآداب والعلوم وكذلك كلية العمارة والتصميم جميع التخصصات اللي عندنا مفتوحة لطلبة الأدبي والعلمي فبالتالي الطلبة من القسمين يقدرون يقدمون نحتاج نحن نسوي اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات حق الطالب عشان يقدم كذلك المستندات اللي عادة نطلبها من الطالب عشان يقدم عندنا هي البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر نسخة من جواز السفر وصورة شخصية للطالب حلو والطالب يقدر يقدم عندنا عن طريق يعني يحجز موعد ويجي الجامعة أو عن طريق الأونلاين أبليكيشن يزور موقعنا الإلكتروني ويقدم طلب التحاق زين النسب المطلوبة شنو؟ إذا الطالب يقدم على حسابه 70% وفوق حق جميع التخصصات ما عدا الهندسة 75% وفوق حلو. إذا الطالب إن شاء الله ناوي يقدم على البعثة الداخلية طبعا إحنا في انتظار أن البعثات الداخلية يحددون النسب إن شاء الله راح يكون الإعلان قريبا وبس يعلنون النسب إن شاء الله الطلبة يشوفون شو النسب اللي شرطتها البعثات وبالتالي على أساسها يقدر يقدم على التخصص اللي يبي حلو زين الشغلة الأخيرة بسألك إياها في تسجيل مبكر قلتي لي ذيك المرة صح التسجيل المبكر ما زال مستمر إن شاء الله وراح ينتهي تاريخ 16/6 ولكن هم بعد هالتاريخ راح نكون متواجدين عشان نستقبل طلبات الالتحاق للطلبة واختبار تحديد المستوى حلو سعاد يعطيك العافية مشكورة وايد اليوم عافية. طبعا كل مرة ندخل قسم من أقسامكم أكيد أفعل اليوم راح أروح قسم أنا أحبه وايد صراحة معاي المهندسة أريج ذيب طبعا عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة مساك الله بالخير يا حياك شلونك أهلا شو أخبارك سادة خلينا نتكلم عن أو شو خلينا نتعرف عليك قولي لنا اسمي أريج ذيب أنا منسقة البرنامج علوم الحاسوب نعم. في كلية الهندسة AIU American International University حلو طبعا نحن ندرس الكمبيوتر ساينس سبجكت كورسز طبعا دايت بلس انه نعمل نضع الخطه الدراسيه المطلوبه في تخصص علوم الكمبيوتر حلو زين مجال تخصصك انت طبعا شخصي شنو تخصصك كمبيوتر ساينس حلو انفورميشن مانجمنت سيستم اتس يلا زين يا بولنا احد قسمنا زين ساريج البروغرام الخاص او نقدر نقول الميجر اللي هو الخاص في علوم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس في الاي اي يو شو اللي ميزه وش اللي يدرسه الطالب تمام برنامج علوم الكمبيوتر في الاي اي يو هو برنامج جدا مميز بحكم ان الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر هي اخر متواصل في العالم هي شغل الشاغل لكل العالم الحين صح. وخاصه بعد الجائحه والبنداميك انتبه يعني الكل لاحظ أهمية أنه نحل المشاكل كلها يدور حول نفس النقطة أنه شلون إذا في مشكلة أعرف أنه في مشكلة شلون أحلل المشكلة شلون أنجد حدود لها الحلول لها عن طريق برامج تطبيقية ممكن تكون برامج أوريدي موجودة ممكن أطورها وأعدل عليها صح وهذا الكلام ظهر يعني في أثناء كورونا شلون سوينا appointment systems شلون عملنا shopping cart online الأهمية التخصص هو عبارة عن بوابة لمجموعة من التخصصات الأخرى ونقولها specializations الموجودة حولين العالم إحنا ننقل تجربة أمريكية ننقل تعليم أمريكي جنون حقيقي أوكي متميز في موضوع علوم الحاسوب تحت مظلة الهندسة أوكي فأنت جبتي شغلة حلوة موضوع تطبيق أن أنا أستخدم هالتخصص لحل المشاكل اللي أمر فيها يعني الموضوع هو مو بس مجرد تعسى وبرنامج ولا سو سيستم موضوع ان انا ادور شيء بارض الواقع والاقي له حل هون التميز مستر خالد هون التميز انه الاقي المشكله احلل المشكله نعم. استخدم الكريتيكال ثينكينج تفكير الناقد في حياتنا واقترح حلول وزي ما قلنا الحلول ممكن تكون موجوده واطور عليها وهون بلش اللي هو ديفلوبمنت والسوليوشنز يعني شلون اطور الحلول الموجوده في السوق حتى حلو أنا قاعد أشوف المواد اللي موجودة الكريدتس حق التخرج 131 أعتقد 131 بأربع سنوات يس حلو حلو هذا الكمبيوتر ساينس والإنجينيرينج
هذا كمبيوتر ساينس بس احنا تحت كليه الهندسه. تمام. يعني انا لو مثلا واحد دخل كمبيوتر ساينس او دخل انجينيرنج، واحد دخل انجينيرنج مثلا، انجينيرنج كم سنه انت عندكم هندسه؟ تعتمد كل تخصص، في بعضهم 5 بعضهم 4 بالضبط، يعتمد حسب الكريدت اورز المحدده. حلو. في التخصص. زين كاي ايو يعني طريقه الدراسه، خلينا نتكلم في مجالات الهندسه، في جامعات تختلف، كل جامعه عن جامعه تختلف طريقه تدريسها. يعني في جامعه تلاقي تعتمد على الابلايد ايدكيشن، تعتمد انه يكون تطبيقي اكثر، انه يكون الطالب داخل مختبر يشتغل اكثر، يسوي بروجكتس اكثر، وفي جامعات تعتمد على الكتب وتعال جاوب. للاسف الجامعات الحكوميه قبل ما ادري الحين تغير. لا لا، ما يميزنا انه نعطي الطالب المعرفه النظريه اللازمه، لازم الطالب يكون عنده عقل مخه فيه معلومه، المعلومة صحيحة، what's the science behind it، إيش النظريات اللي محتملة. أوكي. وبعدين يتم طبعا تزويد الطالب بتطبيق العملي، ويكون supervised وبإشراف الطاقم الهيئة التدريسية، بإشراف الانستركتورز الموجودين. عندنا مجموعة laboratories طبعا، مختبرات لكل التخصصات. نتكلم عن الكمبيوتر ساينس، يا يكون المختبر مستقل اوكي منضاف للماده، او يكون امبدد داخل الماده، يعني المدرس نفسه الدكتور الماده يقرر انه يعطي، والله فور اكزامبل انه بالمحاضره بالمختبر نفسه، بس كلها يعطي هاندز اون اكسبيرينس. هذه اهم شيء عندنا، ثيريز وابلكيشنز ات ذا سيم تايم. حب الكويت نقول ان ايده تطيح على الشغله او يبدي ايده تاخذ على الموضوع، فضروري مهم بالشغله بالكمبيوتر بالذات يعني. والحلو في الموضوع انه الطالب كثير مهم عندنا، انه الطالب يعني يفهم النظرية ويطبق عملي. حلو. أوكي. وإحنا طبعاً دائماً متوفرين للطالب في خلال الساعات المكتبية، في خلال التواصل بينه وبين الطالب من خلال البريد الإلكتروني. والموضوع تطور أونلاين، صار أي شيء يبون يتواصلون مع الـ مع الـ مع الجامعة أونلاين أو مع القسم أونلاين. بالضبط. هذا صار طريقة. بالضبط. زين. شو المجالات المتاحة حق خريج تخصص علم الكمبيوتر؟ تمام. عندكم يعني علم الكمبيوتر عندنا هو مثل هو بوابة لمجموعة من التخصصات الأخرى. فإحنا أول شيء نعطي طبعاً الأشياء المهمة في علم الكمبيوتر. في عندنا لغات برمجة structured مهمة جداً يعرفها الطالب، سواء كانت جافا سي بلس بلس، نعطي أكثر من ليفل فيها، وبعدين نروح على لغة برمجة ثانية could be بايثون. طبعاً نعطي مفهوم كبير على مستوى الخوارزميات، على مستوى الديتابيز، operating system نظمة التشغيل، networking، حتى web development. لما يوصل الطالب عندنا لا السينيورز السنة الرابعة، هني تبلش الorientation. تبدأ الحياة صجية سنة رابعة. سنة رابعة خلاص يكون عارف قدراته، يعرف شبي. فعندنا أربع مجموعات من الالكتيفز المواد الاختيارية، أو ثلاثة خلينا نقول، ثلاث مجموعات اختيارية ممكن الطالب يختار منها. يصير أسجل حق 430 431 كود از ديفرنت يصير game programming and design يصير أسجل فيهم هذين حتى لو واحد يسجل من برا عادي يحضر بس لا مستر خالد، الموضوع انه الطالب مثلا ممكن يشوف حاله في البروجرامينج والويب والموبايل ابلكيشنز والجيم بروجرامينج، يقول والله اي وانا جو ابدي اطلع بهذا التخصص واخذ هاي المواد. ممكن طالب ثاني يقول لا انا بشوف مور بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، نوفر للمواد الاختياريه ياخذها الطالب. طالب ثاني يقول انا ابي اشوف والله السايبر سيكيورتي. بعد في انذر مجموعه تخدم هذا الترند او اهتمام الطلبه في هذا المجال. اوكي، لان في النهايه الطالب يبي يطلع ويشتغل، يبي يكون متواصل مع اللي قاعد يصير بالعالم. اوكي، فتفتح له بوابات كبيره لا يعرف وين ممكن الطالب يكون ممكن يروح. صح. يعني الحلو في الميجر مالكم الكريكولم كامل، او اقدر اقول ميجر شيت كامله، اللي قاعد اشوف فيها ان مثلا بسنه ثالثه تبدي تدخل انت على اشياء تحدد طريقك، ثالثه ورابعه يمكن تحدد طريقك بشكل اكبر. العلوم يمكن مواد العلوم يمكن اول سنه ونص نقدر نقول، بس ما تخلص العلوم خلاص ما في اي شيء عندك، كله شغلك تخصص. فما شاء الله يعني حتى نوعيه المواد وطريقتها جدا مرتبه وسهله. يعني اللي حاب الشغله هذه، حاب الكمبيوتر ساينس، راح يكون وايد عنده سهل انه يعدي فيه. خلينا نتكلم على ليش اختار اني ادرس في الاي اي يو. الاي اي يو توفر لنا تعليم امريكي متنوع،
أوكي. هي تربطنا بالعالم. أوكي. إحنا في النهاية الطالب عندنا global student، يطلع خارج غير محدود. يعني ممكن يتخرج يشتغل بأي بلد بالعالم. بالضبط، يشتغل هنا. طبعاً في مجالات للشغل في الكويت، وفي مجالات يشتغل حتى فريلانس. صح. يكون يشتغل ضمن فريق في تطوير برامج في كل العالم. فالطالب عندنا هو طالب global students، طالب عالمي قادر على العمل بأي بيئة. حلو. أوكي. مهندس أريج يعطيك العافية، مشكورة وايد على وقتك، مشكورة وايد على المعلومات، وعلى قولتهم خلتنا نحن حق موضوع الدراسة مرة ثانية حق الجامعة. يعطيكم ألف عافية، مشكورة وايد. طبعا مهندس أريج ديب طبعا عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية الدولية. سعاد، في مواعيد ما ذكرناها؟ في شيء ما ذكرناه؟ خلينا نقول حق الناس شلون يتواصلون معاكم. يتواصلون معنا عن طريق الموقع الالكتروني، موجود ارقام الهواتف مالتنا، وكذلك رقم الواتساب الخاص بمكتب القبول. موقعنا aiu.edu.kw. وكذلك بس يتواصلون معنا على التليفون، راح نحجز لهم موعد سواء حق الاستفسار او التقديم، او حتى عشان يسوون جوله في الحرم الجامعي ويسوون تور مثل ما نقول، عشان يشوفون الكامبس، اللابس، الكلاس. نايينكم آخر الشهر طبعا بإذن الله. إن شاء الله نكون عندكم داخل الكامبس، وخلنا نشوف الكامبس شو صار. بإذن الله راح نسوي لكم إن شاء الله. يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله، وألقاكم على خير.